أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للجلسة الأوروبية لها اليوم الأربعاء. عم ننتظر اليوم العديد من المستجدات والبيانات الاقتصادية، واللي أهمها قد يكون محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. مش راح يتخذ الاحتياطي الفيدرالي اليوم قرارات، لكن راح يكون المحضر بمثابة إيضاحات عن أسباب اللي اتخذ فيها الفيدرالي الأمريكي قراره الأخير لما رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. شهدنا خلال تداولات يوم أمس ارتفاع كبير بالدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، وحصل ذلك مع حالة من التشاؤم الكبير في الأسواق المالية، دفعت المتداولين لطلب الدولار بعد ما انعكست عوائد السندات الأمريكية. وانعكاس عوائد السندات بيعطي الأسواق المالية سبب للاعتقاد بأن الفيدرالي الأمريكي في طريقه لخفض التضخم، ممكن ما يسيطر على النمو، وأنه يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود. انخفض اليورو ما دون الدولار وثلاث سنتات، والجنيه الاسترليني ما دون الدولار وعشرين سنت، واستقر الين الياباني عند 135 ين للدولار الامريكي الواحد. واليوم شفنا حالة من المخاوف سيطرت على اسواق الاسهم الاسيوية، فيما مؤشرات الاسهم الاوروبية والامريكية حاليا عم تتداول في تذبذب. بحب أشير إلى أنه إحنا أيضاً في انتظار بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة متمثلة في مؤشر ISM لقطاع الخدمات، وأيضاً بيانات معدل دوران العمل والوظائف الشاغرة الأمريكية. خلينا نلقي نظرة على الرسوم البيانية لليورو والجنيه، وكذلك الذهب اللي انخفض لمستويات هي الأدنى لهذه السنة. بالنظر إلى تحركات اليورو مقابل الدولار الأمريكي، عم نشوف موجة ملموسة من الانخفاض سيطرت على تداولات الزوج، والاحتساب مستويات الدعم المحتملة لها اليوم راح نشوف أنه أقرب مستوى دعم متواجد عند 1.02، وهالمستوى يمثل فاصل مهم للاتجاهات، واللي لو تم كسره ممكن نشوف اندفاع هابط لمستويات قريبة من 1.017. الآن بالنسبة للباحثين عن موجات صاعدة، فقط التداول أعلى من 1.036 ممكن يكون سبب لأنه نشوف محاولة جديدة للارتفاع. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، فهو الآخر عم بحاول يرتفع الآن، لكن ضمن موجات هابطة إجمالية، وسيطر الضغط الهابط على الزوج خلال تداولات يوم أمس، وعم تظهر عندي إشارة سلبية على المتوسطات المتحركة. بالتالي في حال بقي الزوج تحت 1.2035، ففي احتمالية نشوف مزيد من الانخفاض، لكن الثبات ما دون 1.1900 راح يكون ضروري لإثبات موجة هابطة إلى 1.1870 مع عدم استبعاد 1.1804. لكن لو شفنا الزوج عادل الاستقرار أعلى من 1.2035، فعندها ممكن يدخل موجة صاعدة جديدة. أخيرا راح نتطلع على تحركات أسعار الذهب، واللي هي الأخرى انخفضت خلال تداولات يوم أمس. يبدو أنه المعدن الثمين تحت ضغط هابط ملموس، وهالضغط الهابط ممكن يستمر طالما استقر مادون سعر 1797، لكن لليوم بفضل أنه يبقى المعدن الثمين مادون 1786 لزيادة فرص الانخفاض، واللي راح تتزايد أكثر بكسر 1761، فكسر هالمستوى ممكن يدفع أسعار الذهب إلى 1729. عودة التداول أعلى من 1797 ممكن تكون إشارة لمحاولة لتقليص الخسائر ودخول موجة صاعدة جديدة. أخيرا بحب أشير إلى الانخفاض الواضح اللي شهدته أسعار النفط، فبما أنه عم نتحدث عن احتمالات ركود أكبر اقتصاد في العالم، فمعناته المتداولين حاليا قلقين من احتمالية انخفاض الطلب العالمي على النفط، وشهدنا انخفاضات ملموسة على الأسعار، حتى أن شفنا أسعار النفط الأمريكي الخفيف عم تتداول ما دون 100 دولار للبرميل الواحد.